قد تيسرت لكل الناس فرصة أن يشاهدوا صور الأخ هشام وهو كان بصحة وعافية قبل أن بدأ الإضراب. اليوم نراه هيكلا عظميا لا يتواصل مع المحيطين به، تعطلت يعني كثير من أجهزة جسمه ونقصت كثير من الأملاح والمواد الحيوية التي يجب أن تكون متوفرة بالجسم، ويعني لذلك يعني هذه الصور تقول كل الحكاية لعلها أبلغ من أي توصيف لحالته. إحنا شعب عنده تجربة ممتدة ل 73 عام 74 عام من الاحتلال، ودائما تحدثنا عن المجتمع الدولي النتيجة صفر مربع، لذلك يعني يجب أن نرشد الحديث، يجب أن نرفع مستوى أدائنا كفلسطينيين، وتباعا ترتقي مواقف الأجسام المؤثرة في العالم سواء كانت دول عربية، دول إسلامية، منظمات سياسية أو الأمم المتحدة ودول العالم بشكل عام. الأوضاع بالغة السوء ومرشحة لأن تزداد سوءا في ظل التهديدات الصادرة عن كثير من المؤسسات الاحتلالية وتحديدا الحكومة، إذ يتشكل لوبي داخل الحكومة الإسرائيلية حتى داخل الكابينت الإسرائيلي يدعو إلى تشديد الإجراءات وإلى تفعيل بعض التوصيات التي كانت صدرت إبان حكم نتنياهو، وكذلك منشغلون في تجدير قانون الاعتقال الإداري. هناك مقترح جديد لبنيامين زئاب بنيامين بيغن من حزب أمل جديد الذي اقترح وسيشرع هذا القانون خلال الأسابيع القادمة، الذي يسقط ويزيل البزة العسكرية عن قانون الاعتقال الإداري ويلبس ثوب جديد مدني، يعني أي أن إسرائيل ما عادت تخجل من أن ترث من الانتداب البريطاني هذا القانون البائس المتخلف وتلبسه ثوب القانون الإسرائيلي.